بسم الله الرحمن الرحيم. الإضاءة، أنا ما سويت إضاءة زيادة يعني بالشخصية اللي دزيتها لك، إضاءة عادية يعني، ماني عارف شنو قصدك، بس راح أسوي لك نفس الإضاءة اللي عندك. هذه الشخصية خلينا نقول نحط بلين، أوكي، الطريقة هذه. البلين نعطيها خامة اليوز باك جراوند، يوز باك جراوند فيها شلت السبيكلر والرفلكشن والرفلكشن ليميت. يعني الحين اذا سوينا رندر سريع، ما في environment، نحط له environment، نروح على setting render setting بال indirect light، حطيت له image based light create، وقلت له هني بال type بدال image بدال لا احط له صورة. عادة هم يحطون صورة HDR حق ال environment بيئة، بس انا حالتي هذه استعملت texture وقلت له عطني اياه سوي لي ابيض. الحين اذا عملنا رندر ثاني، هذه الاضاءة اللي انا سويتها. يعني خلينا نزيد الكواليتي شوية، الكواليتي نقول legacy sample نحط 2، هذا فضل ميشيل 4 4. عندنا هذه الشخصية، هذه الإضاءة مالت الشخصية. أوكي، إذا قصدك هذه الإضاءة، هذه الإضاءة مالت الكاركتر اللي عندك. هذه مسألة الإضاءة خلصناها. الحين إذا بنلاحظ، إذا تبي تسوي الكاش حق الكلوث، هني علمتك كانت شنو الطريقة الأولى اللي هو نحط أول شيء كلوث، نروح على اني كلوث نقول له سوي لنا اياه كلوث، ضغط هذه اول واحدة هني، نقول له رحنا على الكلوث. انا عامل بريسيت ما ادري وينه، بس خليه الحين نروح على الدايناميك بروبرتي، نقول له انبوت مش اتراكت، حطه واحد لان الحين الكلوث هذا عليه سكن ما نبي يتحرك. نروح الحين على ان دايناميك، نقول ان مش بينت فيرتكس بروبرتي انبوت اتراكت، المكان اللي نبي يتحرك لازم يكون بالاسود. انا قاعد اضغط كنترول يعكس، مثلا اذا هنا هني مثلا نبي، خلينا نشوف كل شيء هاندل. رجع الكير، نقول له كنترول اتش هايد، هذا هايد بعد انا بيهم. اوكي، الحين
عندنا كلوث لازم البلاي بلاست يصير بلاي افري فريم عشان السيموليشن. نضغط سيموليشن نغير النكلس نقول هني بالسكيل دوت 01 مثلا، لأن هذا القياس يعتمد على قياس مرات ممكن تكون الشخصية أصغر فممكن تزيد هذا السكيل على حسب كبر المشهد عندك. نضغط بلاي نشوف نلاحظ إنه هني هنحط هذا أيوه، نلاحظ إنه يتحرك تمام. خلينا نحط له حركة، إذا قلنا له بالكاركتر حط له حركة أوكي. أوكي تمام، لأنه ما في كولايد نضغط على هذا نقول له اعمل لنا اياه كولايد اللي هو هذا اوكي. الكولايد هم بعد له حجم لازم نشوف الحركة نشوف ان الكلوث قاعد يتفاعل ني قاعد يمسك فيه لانه كولايد أكبر فلازم نتحكم شوية. يعني الحين نقول له هني كوليجن عطنا كوليجن ثيكنس نحاول نصغره تقريبا كذي شيله اوف، وهذا نفس الطريقة كوليجن مال كولايد وين في كان موجود هني لا كولايدر اعتقد هني لا نشر على هذا طيب ايوه كاهو نقول لك كولايد تيكنس نشوف نلاحظ انه قاعد يطلع شوية من هذا فنصغره شوي نشيله اوف. خلينا نجرب الحين لاحظ ان العملية اوكي تمام. الحين عشان نسوي الكاش نضغط على هذا ونروح نقول على الانديناميك طبعا ان كاش كرييت نيو كاش. هني في ناس يستعملون هو في طريقتين للانكاش، في ناس يستعملون لان كل فريم يسوي ملف كل فريم يسوي ملف اوكي، او تحطه كله تقول له هني موجود ون فايل، لان انا استعمل رندر فارم فاسهل لي اني ادز ملف واحد يسوي اكس ام ال فايل وابعثه مع الايمجز يرندرون الاجهزه عندي. بس اقول له ملف واحد تعطيه اسم هني اوكي و كرييت. الحين قاعد يمشي يسوي سيميليشن اوكي، خليه يسوي سيميليشن. عملية سيميليشن هذه انك تسويها مرة واحدة ممكن عشان تشيك تشوف شلون مالون، او اذا عندك انيميشن ثاني
فما ياخذ من الميموري، لان نشوف الحين نلاحظ انه بطيء. اوكي خلص. الحين اذا نرجع لاحظ انه سريع صار. الحين نقدر نقول له ريل تايم، اعطينا هذا سموث، نقول له بلاي ريل تايم، بنشوف حركته. ما في سيميليشن، ما في اي شيء، حركة طبيعية مع الكلوث. هذه عملية الكاش. الحلو في الكاش انك تقدر ترجع تقدم على كيفك، انك انت خلاص سويت له كاش، انما اذا ما في كاش ما تقدر تسوي، تروح ترجع. اوكي ان شاء الله تكون واضحة، واي استفسار اشر بس.